صدقني لو انت ذاكرت اللي فات كويس وعرفت خطة الكورس بجد وأدركت الهيكلية الخاصة بالكورس هتكون أقوى بكتير بفضل الله، وهتحترف اللغة وهتكون عملاق فيها. وأنا بقولك كده لأن ممكن تكون أنت لم تتابع الكورس من البداية، أو رأيت هذا الفيديو بالصدفة، أو لم تسمع عن الكورس من قبل. اعرف كورس السي شارب بسهولة. كل اللي هتعمله ادخل بس على اليوتيوب واكتب أكاديمية حسونة ودوس انتر، وادخل على الأكاديمية، ادخل على البلاي ليستس دي هتلاقي فيها كل ما يخص السي شارب بفضل الله. هتلاقي فيها 80 حلقة جزء للأساسيات، و 120 حلقة جزء للفورمز والتولز الخاصة بيها، وهتلاقي فيها 100 حلقة خاصة بالأوبجكت أورينتد بروجرامينج، وهتلاقي فيها 100 حلقة خاصة بالASP.NET للويب للسي شارب، وهتلاقي فيها 300 حلقة خاصة بقواعد البيانات باحترافية بفضل الله، وهتلاقي بلاي ليست كبيرة بتضم كل الفيديوهات دي علشان لو انت عايز تتفرج عليهم مرة واحدة وتذكرهم مرة واحدة ككورس كبير، ولو انت كمان عايز تتفرج عليهم ككورسات صغيرة اجزاء زي ما شايفين قدام حضراتكم كده. هنصحك نصيحة، ما تبدأش في الحلقة دي الا وانت مذاكر اللي فات ده كويس علشان تكون اقوى بفضل الله. وما تنساش تدخل على موقع حسونة اكاديمي www.hassuna-academy.com وتدخل على انضم الينا، وتدخل على انشاء حساب، وتسجل عندنا عشان نعرفك، وتتابع كل جديد على الموقع سواء كورسات او حاجات في الشاشة الرئيسية او تحديثات للموقع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحلقة 1074 من كورس سي شارب DB Example Support. ودلوقتي بفضل الله عاوزين نعمل تحديث تلقائي للبيانات للمورد. واحدة واحدة بقى كده، علشان الشغل ده بيبقى على كذا شاشة، فنبقى مركزين احنا بنعمل ايه بفضل الله علشان ما يبقاش فيه كسور، وبعد كده نجرب اللي احنا عملناه بحيث نبقى مطمنين للحاجة اللي احنا عملناها. عشان كده بفضل الله عملتلك الفيل ديتا بابليك تفيدك ترفرش البيانات من اي حته تعجبك من البرنامج كله. المهم المورد سبلاير FRM سبلاير ديليت سبلاير اديت سبلاير سيرش، صح كده؟ طيب طبعا بعد الحذف وبعد التعديل، ادخل مثلا على حفظ بعد التعديل، انزل معايا. طبعا كل دي تحققات للادخال والكلام ده مالناش دعوه بيها، كل ده مالناش دعوه بيه. فين الالس الاخيره؟ انت بقى منظم الكود وعارف انت شغال على ايه، صح؟ دي الالس الاخيره اهي، ماشي. طيب الالس دي جواها تراي، التراي جواها الاضافه، بيضيف هنا المورد بعد كل ده، او التحديث التلقائي بعد كل الكلام ده، بعد كل الكلام ده بقى اخر حاجه، ايوه، اللي هي قبل قبل الكاتش. تيجي هنا كده ونبدا بقى نشتغل في الجزئيه دي. اقول لك بقى اول حاجه اف، لو لقيت للابلكيشن دوت اوبن فورمز، اسم الفورم اللي انت عايزها حط اسم الفورم على طول، ما تقعدش تعد والكلام ده، حط اسم الفورم. انت هنا يهمك اسم الفورم اللي انت هتعملها تحديث بيانات ايه هي، اللي هي السبلاير سيرش. خلاص دوس اف 2 هنا وخدها من غير الامتداد، كوبي وحط اسمها هنا بيست في الجزئيه دي كده. خلاص لو الشاشه دي مفتوحه، اعرف منين؟ لو لا تساوي نون يبقى مفتوحه. خلاص تدخل هنا تعمل ايه بقى؟ ابلكيشن دوت اوبن فورمز لنفس اسم الشاشه، واخد بالك؟ بس خد بالك بقى هتتعامل معاها، هتعمل لها كاستنج لنفس نوع الفورم. ليه؟ عشان لما تخرج بره الاقواس لها دوت فيل داتا تلاقيها قوسين فاضيين وسيمي كولن.
لو لا تساوي نل بعد التعديل اعملها في الداتا لوحدك تلقائي بشكل تلقائي من عندك انت كده. خلاص حلو قوي ده في الايه؟ في التعديل. والكود هو هو، الكود هو هو، هاخده ايه؟ هاخده كوبي كده تمام، وهروح على ال خلاص بقى اقفل دي، وهنا في ال في الديليت دبل كليك على حذف نهائي، هل تريد الحذف والكلام ده كله مالناش دعوه بيه، جواه اهو تم حذف المورد بعد كل ده، بعد كل اخر حاجه خالص، اخر حاجه عندي حط الكود ماشي ده كده لو موجوده، لو ايه؟ لو موجوده. بس متهيألي كده ممكن ان احنا نجرب في المورد. شغل بقى كده البرنامج واعمل تسجيل الدخول. قبل اي حاجة هجيب الاساس وهجيب تعريف المورد وهضيف مورد كده اي حاجة تمام، واي عنوان واي حاجة واي هواتف واي ايه مناديل ماشي، وادي ايه اضافة مورد، اضاف المورد اه اضاف المورد خلاص. اقفل الشاشة دي، هات بقى ايه بحث، وهات بحث المورد، شركة الصفا، شركة الكوثر، شركة الجمل، شركة الرست مثلا، كليك يمين على شركة الصفا دي وتعديل الايه المورد، وهنخليها شركة الصفا والمروة والمروة بس. وادي ايه حفظ، تم التعديل وقفلت دي، اهي بقت شركة الصفا والمروة هنا من غير انت ما تكلف خاطرك وتروح على الزرار وتدوس، لا هي لوحدها خلاص. ده بالنسبة للتعديل تمام، شغال زي الفل بفضل الله. كليك يمين هنا على اخر واحد اللي احنا ضايفينه تيست عشان نحذفه، كليك يمين عليه وهقول له حذف ايه؟ حذف المورد اهو، حذف نهائي ايوه، هل تريد الحذف؟ ايوه يس، حذف، تم حذف المورد بنجاح خلاص اوكي. بص لوحده اتشال، لوحده البيانات تم تحديثها من غير انت ما تعمل اي حاجه خالص، بمجرد انت ما عدلت او بمجرد انت ما حذفت البيانات اتحدثت في شاشه البحث، ده لو مفتوحه. طيب تعال نجرب لو مش مفتوحه، يعني اقفل شاشه المورد دي خلاص، وهات الاساس تعريف، لا تعريف المورد، هات تعريف المورد وحط ايه اي حاجه اهو، اي حاجه اي هاتف ماشي، اغلاق، هات البحث وهات بحث المورد موجود اهو، اقفل، هات ال عندك ايه ال هات التعديل من هنا او الحذف من هنا خارجي بشكل خارجي، حذف المورد واختار المورد الاخير ده واعمل له حذف نهائي، هل تريد الحذف؟ اه يس حذف، اه خلاص. عمل ايرور؟ لا ما عملش ايرور، ليه؟ لان الشاشه مش مفتوحه. انا عايز اوريك بس ليه، عشان في حاجه تانية هقول لك عليها دلوقتي، بص مش موجود خلاص، في حاجه تانية عايز اقول لك عليها. طب ما نفس الكلام ينطبق على الاضافه، ما تحديث البيانات برضو فين؟ ما هو في الاضافه خلاص، زوده في الاضافه، اضافه المورد نفسها. احنا كده لسه هو لسه على البر، لسه ما عملناش غير مورد والصنف، يعني لسه في ايدينا الموضوع بفضل الله. هات السبلاير العادي خالص بعد إضافة المورد أهو، نفس القصة نفس القصة أهو، أجي أرمي الكود هنا ليه؟ عشان لو مفتوحة تعمل إيه؟ تفرفش نفسها، تعمل ريفرش للبيانات بس، واخد بالك؟ وقبل ما ننسى أعملها بمرة لإيه؟ للأيتم اللي إحنا عملناه الحلقة اللي فاتت صح ولا لأ؟ هات كده الأيتم أهو، هات الايتم ديليت، خدها من خد الكود منها اهو من هنا كوبي واقفلها خلاص، وهات لي الايتم العاديه بقى اضافه الصنف، بعد اضافه الصنف كله راح حاططها هنا كده بس بالمره. ما هي مش الاضافه، ايه اللي بيغير البيانات؟ الاضافه والتعديل والايه والحذف صح كده تمام. تعال بقى نجرب الموضوع ده، نجربه حتى في الموارد على الاقل. يعني ادي يا عمي ايه تسجيل الدخول، وادي عندك انا دلوقتي هجيب تعريف المورد وهضيف مورد خلاص من غير ما الشاشه تكون مفتوحه، هقفل، هفتح البحث،
هات بحث المورد اضافه هو موجود هنا تمام، هات بقى الاساس تاني وشاشه البحث الموجوده بتاعت المورد، هات بقى تعريف المورد وهات لنا ده كده وحط مورد تاني مثلا في 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 مثلا، وحط اي رقم هاتف. بص كده اضافه، بص بفضل الله لوحده اضاف اهو اهو، شايف عمل ريفرش في الثلاث حالات، حاله الاضافه وحاله التعديل وحاله الايه الحذف. بفضل الله ظبطناها كده، يعتبر خلاص اتظبطت للصنف وللمورد بفضل الله. الاشتراك واللايك والشير والمشاهده اكبر دعم لينا بفضل الله عشان نستمر ونقدم لكم كل جديد. وتاكد تماما انك اي حاجه بتتعلمها وبتنشرها وبتشارك ربنا سبحانه وتعالى هيفيدك ويعلمك اكثر، وهتاخد ثواب على كل حاجه بتنشرها للناس.